ختام محطتنا الصباحية، محطاتنا الصباحية من البرد ما عم نقدر نحكي لها. رح يكون مع العمل الإنساني، رح نتعرف خلالها على عمل منظمة خيرية وأنشطة جمعية الشباب الخيرية، ونقلب طبعا عام 2021 شو تحقق من أنشطة وخدمات على الصعيد التطوعي، أبرز ملامح بداية 2022 مع أروى بلال منسقة قسم عيادات الأسنان بجمعية الشباب الخيرية. رح نعرف أكثر تفاصيل. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. انت بألف خير. أهلا وسهلا، فيكي. صباح الخير. بالبداية خلينا هيك نعمل جرد ل 2021. تمام. هلا بداية نعرفكم بالجمعية. جمعية الشباب هي نموذج رائد للعمل الأهلي الإنساني التنموي، تقدم خدمات لكافة الشرائح المجتمعية ومساعدات إنسانية. اكيد في يعني كل شيء بخص المجال الطبي. المجال الطبي نعم. تمام. هي تميزت بوجود مراكز طبيه بمختلف المحافظات السوريه، الانتشار الكبير طبعا موجود، مراكز بدمشق، بدمار، بحي الورود، بطرطوس، باللاذقيه، ومركز علاج فيزيائي ببيت يعشوط، بالاضافه لمجمع ضحيه قدسيه الطبي. حلو كثير. طيب في شرائح اكيد متعدده بتستهدفوها انتم بجمعيه الشباب الخيريه، نحكي عنها بما يخص العمل الانساني والخيري، الاولويات اللي انتم فيها. شربي مي اول. يعني اكيد ليا في كثير جمعيات تطوعيه، لكن هي اول مره هيك منضوي على القسم الطبي يمكن. صحيح. تمام. هلا جمعيتنا هي لكافه المستفيدين، لكافه الناس، كافه الشرائح المجتمعيه، بس بتقدم خدماتها مجانا لمرضى الايتام، ذوي الشهداء، وجرحى الجيش العربي السوري، بمركز العلاج الفيزيائي بجبلة، فهنا بتقدم له معالجات فيزيائية للجرحى بشكل مجاني. نعم. لكن خلينا نرجع لسؤالي ونعمل جرد لسنة 2021 لحتى ندخل ب 22 ونحكي عن التحضيرات. تمام. هلا الحملات، عدد قامت الجمعية بعدة حملات، بداية بحملة أنتي الحياة اللي كانت هي لتوعية النساء شو مرض سرطان الثدي. اوكي. في كان فحص سريري وفحص ماموغراف للسيدات. قامت بعدين بحملة العلم للجميع اللي ضمنت الحملة هي دورات للشهادات البكالوريا والتاسع بطرطوس. قامت مجددا الجمعية وبحملة اسمها شوية دفا. طبعا كانت الحملة كتير مميزة، برسمة ضحكة وبسمع وجوه كتير ناس. هي كانت عبارة عن تقديم باكج مساعدات بيضمن ملابس شتوية، ملابس أطفال، أحرامات، أغطية لكتير ناس. يعني خبرينا هلا بال 2022 شو اهم الخطط اللي حاطينها؟ في هيك افكار تعلمتوا من السنه الماضيه شو ممكن تطوروا شوي؟ مثل ما قلتي لنا في توسع ببعض المناطق حتكونوا موجودين فيها. هلا المناطق اللي ما قدرت الجمعيه توصلها من خلال اقامه مراكز طبيه، طبعا مراكزنا الطبيه هي مراكز كامله متكامله، بتقدم خدمات الاشعه 24 ساعه، بتقدم خدمات الاسعاف، بتقدم عيادات شامله، بالاضافه لوجود صيدليه، بالاضافه لوجود مخبر بيقدم التحاليل الدمويه والهرمونيه. هلا الخطط هي الكرنفالات اللي عم تكون بالمحافظات السوريه، حمص وحما حيتم افتتاح كرفانات، وبالاضافه ل حيكون في خدمات نوعيه جديده، رفع اعداد المستفيدين، نقدم خدمه بشكل كثير حلو. نعم. أروى، بما انك المنسقه، منسقه العيادات بالجمعيه، خلينا نعرف لكل حدا حابب يتواصل معكم كيف بيتم تنسيق وكيف بيتم يمكن تصنيف الحاله يلي هو لازم يتعالج له ووين بيروح. خلينا نحكي بالتفاصيل من وقت ما حدا بيتوجه لعندكم. هلا المراكز مفتوحه لكافه المستفيدين كل الاوقات. نحن مركز عيادات الاسنان هو مركز شامل مختص بتقديم المعالجات السنيه لكافه الناس، بالاضافه انه هو بيقدم لمرضى الايتام وبشكل مجاني وذوي الاحتياجات الخاصه.
هلا المركز هو متضمن 4 عيادات، دوام تقريبا 17 ل 18 ساعه يوميا، بالاضافه ليوم الجمعه واضافه وجود فتره ليليه بالاسعاف. هلا بوجود اطباء طبعا مختصين، نخبه من الاطباء المميزين عندنا كافه الاختصاصات، هي بتشمل جراحه الفم والفكين، تشمل عيادة الأطفال بوجود أخصائي أطفال بيتعاملوا مع الطفل، بالإضافة لأنه بيقدموا له اللهم صل يعني بيقدموا له يعني إنه لا بيقدموا له إنه محتوى عن إنه نظافة الفم والاهتمام بالفم توعية يعني توعية كاملة. بالإضافة إنه موجود عيادة طبية، بالإضافة لإنه موجود عيادة تعويضات وعيادة التقويم اللي عم تكون كتير مميزة عنا، بوجود الأطباء عم نعكس تجارب جديدة لمرضى بشكل إيجابي، ابتسامات جديدة، كتير العالم عم تكون مبسوطة بهذا الشيء. نعم، يعني بالختام شو بتحبي توجهي هيك كلمة بخصوص جمعيتك للناس اللي ما كتير إسا بتعرفها، حتى إذا فعلا ممكن تقدم لها خدمات توجه إلها؟ تمام، هلا بوجه لكل الناس انه يزوروا الجمعيه، فيها كثير خدمات مميزه، خدمات نوعيه باسعار كثير مناسبه. نعم، يعني او كمان اي حدا حابب يستفسر عندكم صفحه على الفيسبوك، وفي اكيد فيها ارقام فيهم يتواصلوا معنا. نحن كثير بنتشكرك، شكرا كثير لك ولجهود الشباب اكيد اللي كلنا بالجمعيه. شكرا كثير لك، شكرا كثير على الاستضافه، شكرا لوجودك معنا، شكرا لك.